نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، واحنا في موسم معرض الكتاب الحقيقة، والحديث عن معرض الكتاب ما بيخلصش، لكن تحديدا احنا دلوقتي عايزين نتكلم على مجموعة من الكتب اللي كل سنة الحقيقة بتبقى عاملة ضجة، وهي الكتب الخاصة بصانعي المحتوى او الانفلونسرز اللي قرروا انهم يقتحموا عالم الكتابة. طبعا عندهم عدد كبير جدا من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. عايزين نفتح هذا الموضوع للنقاش، مسألة انه اي حد من حقه يكتب، لكن هل الكل من حقه ينشر؟ والموضوع ده هنا عرض وطلب. هذه الظاهرة يمكن تطرح تساؤلات كتير، هل دخول المؤثرين يعني عبر السوشيال ميديا لمجال تأليف وكتابة الكتب ده يضيف للكتاب ولا ينتقص من حقه الأدبي؟ هنعرف مع حضراتكم، معانا دلوقتي على التليفون الناقد الفني إسلام وهبان، ورئيس قسم الثقافة بموقع إعلام.com ومؤسس صفحة مكتبة وهبان. أهلا بحضرتك، وإزاي شايف مسألة دخول المؤثرين أو صانعين محتوى للمجال الأدبي والكتابة؟ وهل من حق الجميع أنه يكتب، لكن هي مسألة اختيار ما ينشر؟ وهل هو فيه يعني حد معين مسؤول عن هذا الاختيار او واصي على المجال الادبي؟ هو يعني في البدايه انا بشكر حضرتك على المقدمه والاسئله المهمه دي. هو بالفعل ظاهره دخول الانفلونسرز بشكل كبير في عالم الكتابه بقينا بنلاحظها كتير خلال السنوات الاخيره، لكن ظاهره موجوده من زمان اكيد، و كتير بنلاقي ان يعني عدد كبير من المؤثرين او صناع المحتوى الموجودين على اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي بداوا يتجهوا للكتابه. هو ما يبقاش اتجاه للكتابه، يعني اللي هيبص على اغلب الاعمال دي هيلاقيه انه محاوله لتفريغ او نقل خبراتهم الحياتيه اللي بينقلوها على اليوتيوب بداوا ينقلوها من خلال الكتب. احنا طبعا يعني ما فيش اي وصي على الكتابه، من حق اي حد انه يكتب، لكن مش هقول وصايه بقى على النشر على قد ما هي مسؤوليه. يعني النشر بالضروره هو مسؤوليه، واي ناشر يعني بيكون عنده مسؤوليه كبيره تجاه العمليه التوعويه والثقافيه بشكل عام من خلال انتقاء او حتى تحسين او المخرج الادبي اللي بيطلع الناس في الاخر. طب معلش عايز افهم من حضرتك، هل في معايير معينه لده؟ يعني هل في معايير ثابته للعمل انه يرتقي للنشر او لا؟ وهل المبيعات لو إنه كانت على الاقل يكون يعني بيحترم الذائقه العامه للجمهور، دي حاجه. والحاجة الثانية انه يكون في المعايير الأساسية للكتابة الصحيحة، يعني فكرة ان عمل أدبي او عمل او اي كتاب بشكل عام ينشر ويكون فيه أخطاء إملائية او أخطاء تحريرية، أعتقد دي بتبقى مسؤولية دار النشر. يعني من حق الإنفلونسر انه يكتب وانه ينقل خبراته حتى لو من خلال خواطر، يعني ما نقدرش نقول له لا ما تعملش كده، لأن ظاهرة الإنفلونسر نفسها هي ظاهره تستحق الدراسه. يعني الناس اللي بيتابعوا الانفلونسرز دول في البدايه هم مجموعه من الاشخاص ممكن يكون ما لقوش اللي قادر يخاطبهم بشكل كويس، فبداوا يتجهوا للناس اللي قادره تعبر عنهم وقادره تنقل لهم خبرات حياتيه على اليوتيوب وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلاله بداوا يتواصلوا معاهم وبدا يبقى في تفاعل بينهم كبير. فدول طيب. اغلب اللي بيبقوا عايزين يشتروا او يقتنوا الكتب بتاعه الانفلونسر. لكن زي ما قلت مهم جدا ان دار النشر يكون عندها مسؤوليه في تحرير العمل ده، يعني حتى لو هو عباره عن مجموعه خواطر او استعار او اكيد المحتوى. يعني يا استاذ اسلام هنا حضرتك بتشير الى المحتوى، وده اهم شيء الحقيقه، لانه المفترض من العمل الادبي انه يحسن الذوق العام، يعني يرتقي بالذوق العام. فحضرتك هنا بتتكلم عن من احد المعايير اللي لابد الالتفات ليها والانتباه ليها، هم يعني مساله المحتوى. بالظبط، محتوى مقدم يكون يعني يكون لائق، يكون يرتقي بالقارئ اللي هيقرا. يعني من الحاجات الجيده جدا، يعني كتير جدا شايفه ان ظاهره كل انفلونسر اللي هي عالم الكتابه
دي ظاهره سلبيه، لا انا ضد ده تماما. انا شايف انها ظاهره ايجابيه على الثقافه بشكل عام، لانها بتجذب لنا احنا كوسط ثقافي عدد اكبر من القراء الجدد زي ما بنسميهم، ناس ما يكونش ليهم اي علاقه بالقرايه نهائي، وبيدخل عالم القراءه من خلال كتاب الانفلونسر بيحبه او لصانع محتوى هو بيتابعه، فيبدا يقرا الكتاب ده. مع الوقت ومع تطور القارئ هيبدا يتجه لقراءات ثانيه ويتعرف على اقلام جاده اكثر ويتعرف على نوعيات واصناف ادبيه اهم. فانا شايفه منهم بوابه كبيره لدخول عدد اكبر من القراء الجدد اللي ممكن يكون احنا نفسنا كمثقفين مش قادرين نخاطبهم، مش قادرين نوصل لهم بشكل كويس. والسوشيال ميديا هي اللي قابله من خلال الانفلونسرز دول انها تتواصل مع الاجيال دي ومع الشرائح دي من القراء. صحيح، ويمكن ده بيفسر المبيعات الخاصة برضو بكتبهم، لأن هم عندهم عدد من المتابعين كبير الحقيقة، وده بينعكس على المبيعات، ويمكن ده اللي بيشجع دور النشر على أنهم يتعاملوا معاه بشكل أو بآخر. ده بيبقى جزء من أسباب اختيارهم أو أسباب نشر دي الانفلونسرز، عدد المتابعين اللي موجودين ليهم. وبعضهم بيكون عندهم ممكن يعني عندهم حاجه تتقال. طيب ممكن بالظبط عايز اسال حضرتك عن ده، اكيد حضرتك قريت عدد من الكتب ليهم او احد الكتب ليهم، شفت مين عنده تجربه تستحق ان انت تقول عليها تجربه جيده او بدايه جيده؟ يعني بعيدا عن ذكر اسماء، بس يعني زي ما قلنا ان الكتابه دي لكل شخص مطلق الحريه انه يكتب اللي هو عايزه او ينقل تجربته بشكل اللي هو عايزه من خلال الكتابه. لكن لما نلاقي مثلا اشخاص عندهم ملايين المتابعين وقادرين انهم يحافظوا على العدد ده وبيتزايد بشكل كبير من خلال المحتوى اللي بيقدموه، فده على الاقل نجاح في الشق المهني بتاعه. فلو قدر انه يتكلم عن ده بشكل جيد، ازاي تصنع محتوى بشكل جيد، اعتقد ده برضه هيبقى شيء كويس لاي حد بيحاول يدخل مجال صناعه المحتوى. لكن لما مثلا حد مره واحده يحاول انه يكتب روايه مثلا، اعتقد الموضوع هيبقى صعب، اعتقد ان هيبقى هيلاقي انتقادات كبير جدا. كنزي مدبولي اعتقد عندها روايه اسمها فرصه من ذهب، ويمكن اتقابلت بشويه هجوم قدام المحبة وقدام الناس اللي عجباها الرواية، لكن ناس تانية بتتكلم على ابتدوا يعني يقولوا على أخطاء إملائية كانت موجودة، وهي نفسها يمكن إن قالت إنه ده اتقال من قبل ما تنزل. المسؤولية الأكبر أعتقد إنها بتكون مسؤولية أكبر على دار النشر الناشر نفسه. يعني ضروري ده اللي بأكد عليه، يعني أيا كان مين هو الإنفلونسر اللي بيكتب أو اللي مقدم الكتاب ده، وأيا كان الكتاب نوعه إيه، الناشر هو اللي عليه المسؤوليه الاولى في المراجعه اللغويه وتحرير الكتاب. يعني احنا عندنا المفروض يبقى في اي في محرر ادبي تبقى مسؤول عن توجيه الكاتب حتى للاخطاء اللي ممكن يكون بيعملها في العمل بتاعه. انا مش بتكلم عن عمل كنزي بشكل او باخر، لكن انا بتكلم بشكل عام، يعني دي مهمه المحرر الادبي انه بيوجه الكاتب، لا انت عندك اخطاء هنا المفروض ترجع لها، لا العمل ده مبني بعناصر خطا مفروض تتراجع عن كذا وتحاول تعمل كذا، ويقدم له نصيحه ويقول له لا انت لازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا. اعتقد دي بتبقى يعني ده الشيء المهم، واعتقد ان دور النشر ممكن لو قدرت انها تعالج النقاط دي هيستفيدوا بشكل كبير من وجود الانفلونسرز وهنلاقي الاخطاء دي. صحيح، لان عالمهم موجود وهم نجوم في عالمهم وليهم متابعينهم اللي بيحبوا طريقتهم البسيطة، طريقتهم القريبة من القلب. فأعتقد توجيه الطاقات دي وإن كان توجيهها أدبيا والناس دي عايزة تكتب وعايزة يكون عندها كتب، يبقى هنا التوجيه المناسب ليهم علشان نشوف إصدارات تناسب الجيل ده وتخاطب هذه العقول اللي موجودة أوريدي وبتسمع، ودي ميزة كبيرة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ إسلام وهبان الناقد الثقافي ورئيس قسم ثقافة بموقع إعلام دوت كوم ومؤسس صفحة مكتبة وهدان، شكرا جزيلا على وجودك معنا.